السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونات العالم الافتراضي. برنامج كودي برنامج مشهور للغاية ورائع بل ومفيد كذلك. يوجد منه نسخة للويندوز وكذلك للأو إس أو أجهزة الماك وكذلك للينكس وأيضا للأندرويد. ولكن ماذا عن أجهزة آي أو إس أو الآيفون أو الآيباد أو الآيبود؟ بالطبع لا يمكنك كذلك بسبب بعض القيود التي تفرضها شركة أبل علينا، فلا يمكنك تنزيل هذا البرنامج والعديد من البرامج المفيدة والمشهورة الأخرى. برنامج كودي ولمن لا يعرفه دون الغوص يعني أو مرور إليه مباشرة، فهو برنامج أو منصة مولتيميديا لتشغيل الأفلام وكذلك الموسيقى ومشاهدة الصور كذلك، بل وتشغيل القنوات التلفزيونية والبث المباشر على جهازك الآيفون. فبالطبع إذا كان لديك جيلبريك سواء كان 8.3 أو كذلك 8.4 فيمكنك تنزيل هذا البرنامج بكل سهولة على هاتفك الآيفون أو الآيباد أو الآيبود ومشاهدة كل القنوات التلفزيونية التي تريدها فقط على هاتفك الذكي باستخدام هذا البرنامج الرائع والمشهور. إذا كنت لا تعرف البرنامج فأنصحك باستخدامه على حاسوبك أولا، ثم بعد ذلك الانتقال إلى هاتفك الآيفون، لأنه برنامج رائع للغاية. أو يمكنك أيضا تنزيله على الآيفون مباشرة عن طريق هذا الشرح الذي سأقوم بشرحه بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير. لا تبتعد كثيرا وابقى معي. إذن بالانتقال إلى السيديا تنتقل إلى السورسات أولا وتضيف السورس الخاص بالبرنامج، تذهب إلى المصادر وتختار تحرير وإضافة، ثم بعد ذلك تكتب السورس الذي سوف تجده أسفل الفيديو. بالطبع هو هذا السورس myros.kodi.tv/abt/ios/. كما ترى هذا هو السورس، تقوم بإضافته وبعد ذلك تذهب إلى البحث وتكتب كودي كما ترى كودي اي او اس وتقوم بتثبيته. الان ستنتقل الى الشاشه الرئيسيه وتجد ايقونه البرنامج، هذه هي ايقونه البرنامج كما ترى امامك، تقوم بالدخول اليها لفتح البرنامج. طبعا مشاهدي الكريم كما ترى امامك البرنامج يوجد به عدة خيارات، منها الفيديوز والميوزك والبيكتشرز وكذلك البروجرامز. ما يهمنا هو الفيديوز، تنتقل الى ايقونة الفيديوز هكذا كما ترى هنا، يظهر لك العديد من الخيارات منها الفايلس والبلايليست وكذلك الفيديو اد اونز. يمكنك اضافة القنوات التي تريدها والبحث عن اي قناة تريدها، تذهب الى جوجل وتكتب على سبيل المثال تريد قنوات رياضية، مثلا اسم القناة بي ان، تكتب سورس قنوات بي ان او ملف قنوات بي ان. انصحك بالبحث عن السورسات فهي افضل، والبحث عن اي سورس لاي قناة تريدها. طريقة اضافة السورس بعد البحث عنه سهلة جدا، تذهب إلى الفايلز بعد ذلك تختار على Add Videos، هنا تكتب السورس الذي قمت بالبحث عنه HTTP أي سورس يعني بحثت عنه، بعد ذلك تكتب الاسم للمولتيميديا التي تريدها وبعد ذلك تضغط على أوكي. طريقة أسهل لإضافة القنوات والبحث عن القنوات هي بالانتقال إلى الفيديوز وبعد ذلك الذهاب إلى الفيديو Add Ons، بعد ذلك تظهر لك مجموعة من القنوات منها يوتيوب وناو وبعض القنوات الأخرى كما ترى. هنا قمت بإضافة قناة الجزيرة، فالبرنامج يوفر لك مجموعة كبيرة من القنوات يمكنك تنزيلها فقط بالضغط هنا على Get More، هنا على Get More وتظهر لك مجموعة كبيرة جدا من القنوات التي يمكنك إضافتها، يعني يمكنك البحث على حسب الحرف هنا كما ترى، يعني مرتبة ترتيب حرفي رائع للغاية. فعلى سبيل المثال يعني أردت إضافة يعني هذه القناة بير جيكس أو هنا هذه القناة، بعد الضغط عليها تضغط على انستول، تنتظر قليلا. الآن أمام أيقونة القناة أو أمام القناة ستظهر لك يعني كلمة داونلودينج والنسبة المئوية، وتضاف يعني القناة بعد اكتمال التحميل. إذا ذهبت إلى القناة مرة أخرى كما ترى أمامك هنا الداونلودينج 0%، تنتظر حتى يكتمل التحميل. بعد اكتمال التحميل ستجد القناة هنا مضافة في هذه القائمة كما ترى، أضفت قناة الجزيرة. إذا نجرب تشغيلها، نضغط عليها هكذا. الآن نختار Watch Live إذا كنت تريد البث المباشر،
إذا كما ترى بعد أن ضغطت على الواتش ناو لايف تنتظر قليلا. كما ترى هنا working. طبعا البرنامج يعني يعتمد على سرعة الانترنت لديك، إذا كان الانترنت لديك سريع فالبث لن ينقطع. إذا كما ترى هنا الأيقونة التي بالأسفل تخبرني بأنه تم إضافة القناة التي أريتكم طريقة تنصيبها. إذا نعود إلى البث المباشر إذا الذي أريتكم إياه. كما ترى مشاهدي الكريم الآن أقوم بمتابعة البث المباشر يعني قناة الجزيرة. يمكنك متابعة أي قناة تريدها، وعند الضغط هكذا يظهر لك مجموعة من الخيارات منها الفول سكرين، العديد من الخيارات الأخرى منها إعادة يعني ريفرش للقناة، كذلك يعني الذهاب إلى قناة أخرى من هذا الخيار إذا كان لديك مجموعة قنوات أخرى. أيضا يمكنك يعني الأوبشنز هنا اختيار أي خيارات تريدها، والعديد من المجموعات أو العديد من الخيارات التي تتيحها أو يتيحها لك هذا التطبيق. إذا أردت إغلاق قناة فقط تقوم بالضغط على علامة الإكس هنا في الأعلى. إذا كما رأيت مشاهدي الكريم يمكنك إضافة أي قناة تريدها كما قلت لك فقط بالضغط على فيديو أد أونس والضغط على جيت مور واختيار قنوات يوفرها لك التطبيق، أو ضغط على فايلز وبعد ذلك اختيار إضافة قنوات أو إضافة سورس خاص بالقناة. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن يكون هذا التطبيق قد نال إعجابك. رجاء إن أعجبك هذا التطبيق وعجبتك هذه الحلقة لا تنسى مشاركتها مع أصدقائك ومستخدمي هواتف أبل. لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك والضغط على زر لايك أسفل الفيديو وسبسكرايب للقناة يظهر الآن أسفل الفيديو على يمين، قم بالنقر عليه قبل إنهاء الفيديو. ولا تنسى كذلك زيارتنا على مدونتنا الرسمية th3vw.com، يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.